نظمت مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في الزرقاء مخيمها الكشفي التدريبي 19 للمجموعة، والذي حمل عنوان سكاوت واي، وجاء برعاية الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن. عيد شرف أن أحافظ على هذا العلم عاليا مرفوعا طيلة أيام المخيم. وتحدثت الدكتورة السمعان خلال لقائها بالأفراد المشاركين عن دور الإعلام في إيصال الرسالة الهادفة والمفيدة، وكيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي في الرأي العام بسبب سرعة نقل المعلومة وتلقيها من فئات المجتمع المختلفة. واشتمل المخيم الذي استمر لثلاثة أيام في منتزه عمان القومي على جلسات توعوية حول مواقع التواصل الاجتماعي والطريقة الآمنة لاستخدامها، بالإضافة إلى فعاليات كشفية وأعمال تطوعية وخدمية. مخيم مجموعة السنوي هو مخيم مميز ذات طابع كشفي روحي ترفيهي. السنة بيميزه أنه هو مخيم اليوبيل الذهبي بمناسبة تأسيس مجموعتنا. معانا قيادة شابة عندها قدرة، عندها فكر، عندهم تأهيل كشفي، قادرين أنهم ينقلوا الرسالة الصحيحة للأفراد. معانا 120 فرد. مخيمنا السنة فيه أفكار جديدة، بالإضافة أنه معانا مرشد روحي وراهبة، هم كمان يساعدونا بالجانب الروحي اللي نقدر نوصل لفكرة معينة مع الأفراد. الكشاف كمان بيبني الشخص كشخصيته الذاتية، يعني بيشتغل على ثلاث نواحي إذا بنقدر نركز على الموضوع هذا: بناء الذات، علاقته بالآخر، وبعتقد مهم ككشاف مسيحي علاقته بربنا. حركة كشفية، حركة شبابية تطوعية قادرة على بناء الذات وجعل الفرد يتحمل المسؤولية، وإحنا كقيادة عندنا خبرات ننقلها للأفراد لحتى نجعلهم قادرين على خدمة مجتمعهم وبيئتهم ومجموعتهم. وشارك في المخيم الذي تقيمه المجموعة سنوياً 120 فرداً من أعضاء الكشافة من فئات عمرية مختلفة، وجاء هذا العام احتفالاً باليوبيل الذهبي لتأسيس المجموعة، وقدمت فيه العديد من المحاضرات الروحية والتوعوية التي تتحدث عن الحركة الكشفية وعملها وخدمتها الكنسية والمجتمعية.